درس الأصول على أنها فرض كفاية لإحياء الاجتهاد المقيد في المذهب، وهذا يتطلب مهارات في تخريج الفروع على الأصول وتخريج الفروع على القواعد. العلم الثاني هو علم الكلام مع علم المنطق، العلوم العقلية، لأن الإنسان الذي يفكر وفق قواعد المنطق أو قواعد علم الكلام يزن الأمور كما ينبغي. المنطق يحميه في النظر إلى الواقع من أن يكون ألعوبة بمن يقلبون الكلام فيأتون بالخبر ثم بعد قليل ضد الخبر، ويقررون أمرا ثم يقررون ضده بحسب هبوب رياح السياسة. وإضافة إلى هذين العلمين، أصول الفقه والمنطق مع علم الكلام، قواعد القوم، أي نعم الصوفية، قواعد المعاملات القلبية مع الله، حسن الظن مقدم على سوء الظن، التثبت مقدم على القطع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا إن دخلت به على الواقع بعلم الأصول تخرج من الأحداث اليومية وزوبعة اليوميات إلى النظر إلى أصول الأحداث التي تحصل، كما أنك تتقن تخريج الفروع على الأصول ستتقن تخريج الأحداث على ثقافة العصر الذي تعيشه، فيصبح أخذك لكل حدث لكل خبر بعد أن تتأكد وتتبين من صحته تأخذه وتضعه في مكانه من لوحة فسيفسائية، من خلالها جمع هذا إلى ذاك تستطيع من خلاله أن تفقه ثقافة عصرك، إلى أين نحن نسير، وترجع إلى الحدث الذي يشبهه كان قبل 10 سنين وذاك قبل 20 سنة، وترتب هذا مع ذاك مع الحدث الجديد الذي ترتب عليه، ثم ماذا ترتب على الثالث والرابع، بمعنى ترد الفروع إلى الأصول، ترد المتشابه إلى المحكم حتى في فهم الواقع والنظر إليه، مع مراقبة الله عز وجل، بأن لا أجعل هوايا المسبق مؤثرا مرخيا بظلاله على تبصري ونظري إلى ما يجري، بأن لا أجعل عاطفتي تتحكم في تبصري ونظري إلى الحق. هذا يدعونا إلى الارتقاء إلى مسألة أعمق قد لا تطلب من الجميع، لكن يجب أن يكون في كل مجتمع علمي من يفرغ لهذا الأمر ويتقنه ويصبح مرجعا لمن حواليه عند الحاجة إلى التبين فيه، وهو معرفة أثر ثقافة العصر على العالم. كنا نتكلم اليوم في جامعة أم درمان ونقول للشباب الطلاب، نقول نحن نعيش إفرازات فلسفة ما بعد الحداثة، هنا عناوين لن أفصل، لأن قلنا أنها عناوين. ما بعد الحداثة أفرزت كل الواقع الذي نحن فيه، الواقع الليبرالي، الواقع الرأسمالي، الواقع الاشتراكي، الواقع الإسلامي السياسي، حتى كل ما يدور في عصرنا هو تفاعل مع ثقافة فلسفة ما بعد الحداثة بعجره وبجره. من أتقن فهمها استطاع أن يرد ما يجري إلى ذلكم الأصل. وبدأنا نفكر نحن أين تجديدنا لنموذجنا المعرفي الذي يسموه المعاصرون البارادايم اليوم. النموذج المعرفي إن ينبغي أن يوجد فينا من يعكف على تجديده لنرد فروع المستجدات إلى هذا الأصل في التقدم. وهنا أهمس أو أقول لكم بشكل واضح، أنتم أهل اختصاص، العالم الآن في آخر مرحلة، في آخر مراحل ثقافة ما بعد الحداثة. ثقافة ما بعد الحداثة تنهار الآن، انتهت صلاحيتها. كلمة انتهت صلاحيتها يعني 20 سنة 50 سنة مقبلة، لكن انتهت صلاحيتها، وبدأ المثقفون في الغرب يتحدثون عن بعد ما بعد الحداثة. هي فرصة لنا إن قمنا بما مر ذكره أن نجلس على طاولة إعداد ثقافة المرحلة المقبلة، شركاء للعالم، فنوصل إليهم البضاعة السماوية. النقطة الأخيرة تتعلق بالنقطة الأولى، وهو بناء على فهم الواقع يكون تنزيل الخطاب الشرعي على هذا الواقع، المعبر عنه عند الأصوليين بتحقيق المناط. لا يتأتى تحقيق المناط إن لم تدرك ما هو المناط، إن لم تحقق الحكم الشرعي، معرفة أمر الله، حكم الله، ثم تحقق فهم الواقع، ثم تنزل حكم الله على هذا الواقع. وحضراتكم تدركون الفرق بين الحكم والفتوى،